عارف تماما انك انت تابعت بطوله دوري الابطال في نسختها الحاليه، وتابعت فريق الاهلي وكايزر تشيفز. بدايه ازاي بتشوف المباراه النهائيه المنتظره اللي هتجمع بين الفرقتين، وايه هي برضو من وجهه نظرك فرص كل فريق في التتويج باللقب؟ في بدايه الامر الاهلي هو المفضل دائما في الفوز بهذه البطوله، وهذا بالطبع لما يملكه الاهلي من تاريخ في دوري ابطال افريقيا والبطولات الافريقيه. يجب ان نقول شيء اهم جدا، هذه المباراه تعتبر اهم بطوله في افريقيا كل عام، والتوقع فيها صعب جدا، لكن الاهلي يبقى دائما مفضل. وهذه مباراه تلعب من 90 دقيقه وقد تمتد بالنسبه للاشواط الاضافيه. كايزر تشيفز يريد ان يكتب التاريخ على حساب الاهلي، اعتقد ان الامر صعب بالنسبه لهم، لكن في عالم الكره ليس هناك مستحيل. المباراه قد تكون صعبه جدا على الفريق الجنوب افريقي، لكن كل يامن بحظوظه. خليني اسالك على قرايتك لسيناريو المباراه، يعني فرقه النادي الاهلي بالتاكيد هي حامل لقب البطوله الافريقيه، هي صاحبه اعلى رصيد من البطوله من دوري الابطال، هي دايما المرشح الاول، صاحبه خبره كبيره جدا حتى مش بس في الفوز والتتويج بالبطوله، ولكن كمان حتى في عدد مرات الوصول للدور النهائي، في مقابل فريق بيوصل لاول مره في تاريخه لنهائي دوري الابطال. هل تعتقد ان دي علامه فارقه، وهل تعتقد كمان انها ممكن تاثر على السيناريو اللي هيخوض بيه كايزر تشيفز مواجهته امام النادي الاهلي؟ المباراة ستكون صعبة جدا، كايزر تشيفز أول مرة في تاريخه يصل إلى نهائي أفريقيا، وهذا قد يكون نقطة إيجابية لصالحهم، قد يفعلوا كل شيء لأنهم يعلمون أن من الصعب الوصول لنهائي أفريقيا. أصعب ما في المباراة وأصعب سيناريو إذا قام كايزر تشيفز بالتسجيل ضد الأهلي في أول مباراة، قد يصعب من مهمتهم والأهلي قد يعود. أنا أتابع الأهلي جيدا، الفريق الذي يبادر بإحراز الأهداف في الأهلي يندم كثيرا. هذا أول سيناريو. السيناريو الآخر إذا قام الأهلي بالتسجيل في أول ربع ساعة أو أول 30 دقيقة من المباراة، الأمور ستصبح في غاية الصعوبة بالنسبة للجنوب أفريقي. الأهلي الفريق الذي عندما يتقدم في النتيجة صعب العودة أمامه. مباراة ستلعب من 90 دقيقة وقد تمتد الأوقات الإضافية، السيناريو قد يكون هناك أكثر من سيناريو، لكن كما قلت لك أن الأهلي مفضل، الأهلي لديه لاعبين أعلى في كل شيء، بداية من حارس المرمى حتى المهاجم. المباراة ستكون صعبة جدا على الفريق الجنوب أفريقي، لكن يجب أن تعلم شيئا هاما، ويجب أن يعلم جمهور الأهلي شيئا هاما. كايزر تشيفز الذي سوف يلعب أمام الأهلي هو من قام بالإطاحة بالوداد كازابلانكا، وقد فاز في كازابلانكا 1-0 وتعادل في جنوب أفريقيا وصعد. إذن فريق أطاح بالوداد يجب ألا يستهان بهم حتى لو كان لا يملك تاريخ الأهلي وبطولات الأهلي. هذه مباراة نهائية ستلعب على مراحل، يجب على الأهلي أن يحترم الفرق كما نعلم عنه دائما، لكن يجب على جمهور الأهلي أن يعلم أن المباراة ليست بالسهولة التي ينتظرها الجميع، وأن يلعب من أجل الفوز دائما. الأهلي سوف يسيطر على المباراة، هذا أؤكده لك. أنا أعلم جميع لاعبين الأهلي وأعلم أدوارهم في الملعب، وأعلم أيضا لاعبي كايزر تشيفز، شاهدت الفريقين في دوري أبطال أفريقيا هذا العام. طب خليني أسألك الأول، وأعتقد الأهلي سيكسب.